أن يتنادى الشباب والشابات في هذه الأيام، الأيام العجاف، إلى بحث مسألة قيامة الساعة، وهل ستقوم في 25؟ أنا حتى لم أقرأ هذا الشيء، سمعت قلت يستحيل، أجل عقلي عن أن أبحث في الموضوع أصلاً، هذه خرافات. والقرآن حين قال لنا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيه؟ إلا بغتة. هذا شخصياً شككني، أنا شخصياً سأقول عذاب الرسول الله وسوف يزندقونني، لا أعبى بهم، شككني في الأحاديث التي تقول لابد أن يظهر فلان ويظهر علان، وبعد أن يظهر يمكث 40 سنة وكذا ويعطيني، لا 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 لا، الله يقول بغتة يا حبيبي. ومعناها إذا ظهر مثلا المهدي وظهر الدجال ونزل عيسى، أنا أعرف أن القيامة وسأحلف عليها 1000 طلاق من زوجي و1000 يمين على المصحف أن القيامة لن تقوم قبل 40 مثلا، عيسى حي صح؟ الله قال لا، مش صحيح، الله قال لا تأتيكم إلا إيه؟ بغتة. ولذلك النبي نفسه كان يخاف منها، كان يخاف أن تأتي في أي لحظة، صحيح؟ إذا هجت الريح لا يستطيع أن يقل له قرار، يدخل ويخرج، يخرج ويقول لا أدري لا أدري. في إحدى الروايات أيها الإخوة كان يخاف أن تقوم القيامة، في روايات قال عذب بها أقوام، النبي لا يعرف، الله قال لا تأتيكم إلا إيه؟ إلا بغتة. فتضع أنت هيك ما شاء الله تقويم باليوم وبالسنة وقبل هذا وبعد هذا، من أين هذا أتينا به؟ الله أعلم. ولذلك بعض المغفلين قال لك إيه، ابحث، ابحثوا في هذه الموضوعات لعله في 25/9 تقوم القيامة، وخاف بعض الناس ولم يحرك هذا في العقلاء شعرة من أرجلهم، لأن العاقل أركز وأرصن من أن يضحك عليه بأمثال هذه الأشياء أيها الإخوة. بفضل الله آخر بشريات الجميلات البائسات التاعسات المهدي المنتظر يظهر في أرض الكنانة أيها الإخوة، ويدعو ويقيم الأدلة على طريقته على مهدويته، لسنا ملزوزين لا أن نستمع إليه. طبعا انتبهوا حتى لا نقع في مغالطة أخيرة، يقولون إما أنه دجال وإما أنه المهدي، وأقول لك وأنت مغفل، لا، ممكن ليس دجالا، ممكن ليس المهدي، ممكن، وهذه إمكانية ثالثة قد توجد رابعة وخامسة، لكن على الأقل الآن يحضروا، ممكن أنه معتل عقليا، موهوم، بسموه الشخص الموهوم، مخه في فساد المسكين، دماغه يروح الدكتور أحمد عكاشة ولا عادل صادق ولا دكتور رخاوي إن شاء الله يعالجه، يعطيه شوية بلزات كذا ممكن يهدى، ويزيله هذه حالة الاستهبال التي تدفعه أن يؤكد أنه المهدي وأن قادة العالم سيصيرون عند رجليه، عند رجليه. ليس دجالا ممكن، ليس وليا وليس مهديا ممكن، لكن قد يكون مفصوم الشخصية، معتلا في عقلي ونفسي ممكن، هذا ممكن أن يكون موهوما أيضا. لذلك احذروا من القسمة الثنائية والقسمة البتراء، إما وإما، لا إما وإما وإما وإما، في أشياء كثيرة.